قبل الله البرنامج. يا رجال يا ضحك. طبعا ذا الموقف قبل البرنامج قبل نمشي انا وضحكم قريب ذا الموقف اللي سويته هو ومدني رحيمي واحد من الخيانه اسمه كنا نتقاوى شاي هم يسوي الشخصيه هذيك كنا في حط لابتوب هنا كنا قاعدين كنا قاعدين في شو اسمه محل اسمه المحل شاي محل شاي محل شاي ونشرب شاي ونخلص قلت الحين ماشي طولت يعني نشرب شاي ونخلص كوب شاي يمس لا لا جلسنا تاكل شاي نتجمع اخويانا اي جلسه قهوه يعني يسلم اسمه بياله شاي اي مو بهواجد المهم بياله كوب اي بياله شاي شربنا بياله شاي اي تكفى المهم الملقاط غز ونخلص طلعنا انا كان معي بياله شاي حلو الحين كنا متجمعين كان بقى اربع سيارات وخمس اي في الخميس في الخميس حلو وانا طلع انا في سياره خذيت سيارتي بوقفها وبركب مع اخوينا اسمه محمد مع عبد العزيز راكب معه وطالعين وانا قدام مشينا طلعنا من المكان ذا وخذينا يتين وبعدين راجعين يقول الحين راجعين لو والله انا قاعد تقاطع بغلف لو الفورد اللي يقول كذي السرعه اللي اعطاها وضع السفينه في البحر يعني مقلع والله مقلع فورد هو لو يمشي بشوي لو هو واقف تقتلع منه ما بالكم حاول في المكان وخليته يعدي واشد وراه واكبس الموتر ذولا كانوا عليمين عديت من عندهم قلت طالع قلت يا اخي هذا الولد الله يصلح له لا يحب يعاند صالح شوف هذا الحين ما راي فوت ما ادري ايش بيسوون مع بعض ما جاز انا وطرد راي فوت كذي خلاص لحمت فيه ما عاد الاسقع فافتح طريق هذا فرجع المهم والله نبغى تسقع اني افتح لي الطريق بالاخي اطالع مليه ولد يمكن في الثانوي ولا ولا يضحك يطالع فيه يسلم عرفت انه يعرفني المهم قلت هاش قلت بغيت انشف فيه فاضحك كذا واسلم عليه هذول ورانا بشوي ورانا يعني يشوفونا قدامهم بس ما يدرون ايش اللي قاعد يصير اني اضحك على السيارات قدامهم ايوه واغمز له قلت قدام كذا يعني وقف المهم ويوم في طلعه كذا وعرفت وقفنا على جنب ينزل قلت ما ادري اول ما هذا في السياره والله وقف كذا على اليمين وقف جنبه يلا قال هلا مصلوح يلا حي تعال وغلا ما ادري قلت كانك بغيت تسقعني قال لا والله اني بس بغيت مقلب قلت الله يهديك خلعت مقلب الله يعطيك العافيه يا محمد انا قال الا ذولا جاي مورا ها ايش فهموا ذا قالوا بس انا قلت ان ذاك ما فتح على خط وانه مضارب خاف بينزلوا يضربوا انا في النهايه اغمز قلت اسمع ليه يعني انت مشكلنا ما مداح حتى تمشكلنا تطلع الا وخلاص وقفوا وقف شوش فيه هاش اصفت طالع قلت له حول هو الأقوة والله انه ما قصر انه مثل صح قلت شا عندك مدري سبا تسقع لي تصاحي يقول الله ها انت اللي جاي مسرع من وراي يقول قال قلت ها انزل قال انزل انت فوقف قدامه اني انزل طبعا طلعت انا في دار ايفون دور تحت مدري قلت بس جاب بالبداية ترى ما نزل بدأ ينزل يدور مش عاب يدور آدب وانزل اجي طبالي ذاك منطلق طبالي خوينا راكب معه طبعا طبعا بارد هو بارد قال خلنا نوقف السياره عشان لا احد يصدمنا قلت ايش طبعا السياره كم ديلها 2000 وما ادري 5 فايقرا ما اعرف كيف افتح الازرار فافتح زربي وانزل وجهي طبالي اطالع في الرجال ملا وجاي 5 وذا الولد يا حول ما امسكه اشتله ناش بيني ولد انا من ذولا ولا مطلع احد يجي يصدمني من يعني من قوه ما ضبط يعني التنذير والله اني احس بس صدقني مع صادق يعني اني الولد منخل شوي طالع ويبغى يصمد ما ارد على الفوت يلا ذاف تعال منفكني من فطلع مشعار الولد اي والله تعال يبغى يبغى يضرب مشعار وذا يبغى يمسكه وتعال يا مدني الرحيم محمد تو يجي يوصل تو وقف السياره وقف طفى الذيل عرفت ونحيف الولد ابو محمد صلى على النبي صلى على النبي اذكر الله والله لحظه غضب اما نظامك كذا اي والله بوف ما له معاده ما عاد راح تعرف اللي راح وغترته باقي شوي منها تلحقه مرجع يبغى يقطبني فاسحب المشعب من ذي انا مسك ذا في البدايه وذاك جايب مشعب فخفت لا يبغى يخبط ضيف فخبطني من راسه فطالع محمد فاسحب المشعب بس يجي فاخذ مشعب من ذا من يده تعال يا ذي اسحب ذا هناك تعال يا محمد مع المشعب يبغى يمسكه فاحذف بمحمد وما اروح صوب ذي ها ابو سعيد كان ماسك ذا عاد يبغى يطالع شو ايش فيه طالع اللي والله اني طبلي في كل ما ذا قال
في وجهك يا ابو سعيد. انا ما اعرف الرجال. قال انا في وجهك يا ابو سعيد. اطالع في الرجال وطالع فيه ذا ماشي 5000 مشعر. مشعر مليون. ومحمد في وجهي وزع. وزع يا ولد. قلت لا عود يحذب بالمشعر. ومحمد وزع وزع يا ابو الخافعه. ما ترقى نقول محد كاس معي الله يكرمكم زبيري جديده. ومع الحركه ذي تعرف العرب على الشارع الثاني زلش فرصخها يا طويل السلام ما اجلس اتحدى ابو محمد وزا ابو محمد شويه يوم قد حن في نص السالفه كذا ايش قال؟ قاعد يضحكون ضحكوا عرفت اللي متحمس كذا ويمسك بعض خلاص تعال من الشيطان وزا ما لا اضحك معه اقول والله انك تعبت تمثل لا اضحك نص وقال طالع ولدي ومدني رحيم توه يجمع الشخصيه طالع اليوم احنا نضحك طالع ما ادري ايش 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 السالفه؟ هاشتاق الزبير الجديد اما ما حطها انا انقلمي احسن والله انا عظيم ما بغيت اقول انا عظيمها بس يعني اخف شويه ابوكم على ونجمعكم والله اني قد قلت انها يا اخي تروح بس والله انها ما عبيره يا ولد عرفت بعدين والله انها خطيه اولى ثانوي ثالث ثانوي ترحم هذا الثانوي بس والله انه ما قصر والجن ذي نفر ما ادري هي تمثيل ولا خلعه يحسب من صدق بضاقه انا مره قلبت وجهي عيت ما اضحك يطالع فوق وجهه من قال النال علم صدق اخبرك تضحك المواقف هذه يا محمد والله صملت والله صمل حتى ذاك رحمته يا رجال ها معود عدت على خير وعم السرور والله اذا جيت صبحك بعد يومين سرور روقي عم السرور روقي السرور هذا على طاري المقال هذه مقالب محمد تعلم خلاص عليه شنو المقالب والله اني خرجت خرشه يا ولد لا اله الا الله الموقف اللي يجيك بدون تخطيط يجيك يا اي والله في شوي في شوي انا قلت انه والله جد عشان كذا ما اتوقع انه صدق انها مقلب والله ما تشوف تشوف كيف كيف واللي على الشارع الثاني يطالعون الساعة واحدة يشبون ذي ذاك والله هذا